السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة عالم العلوم. اليوم راح نشوفوا اكزرسيس الشباب واللي هو قذيفة بليلي، التير تاع بليلي ضد المروك. قبل ما نبداو في الاكزرسيس راح نشوفوا الفيديو، فكركم في البيت تاع بليلي وعاد نوليو. بعد ما شفتوا البيت تاع بليلي راح نبداو في الاكزرسيس تاعنا. قالنا بليلي راه تيراه البالون على بعد 45 متر من الغارديان، وقلنا ايضا لو بالون هذاك نمثلو بلو بوان بي. اسم هذا البالون راح نمثلو كجو لو بوان بي. وقلنا تاثير الهواء انفلونس تاع لير نيجليجابل مهمل، وقلنا الجاذبيه ايغال 10 متر بار سكون كاري، والثيتا هذه قلنا عليها ايغال 30 متر 30 دوغري. مدلنا اكس دو تي مدنا إيراك دوتي. بوكا منسحقو ني نانتيكري ني والو، قبالة نديريفيو نقعدو غي نديريفيو. السؤال الأول قالنا دوني ليكواسيون دو تراجيكتواغ دو بالون كيما درنا في الفيديو اللي فات، نفس الشيء. نبداو في لا سوليسيون. قلنا عندنا نقلنا تيتا إيكالا 30، جي إيكالا 10، إكس ماكس إيكالا 45، سما من البعد من ملي تيرا البالون حتى الكارديا كاين 45 متر. عندو في زيرو ابتدائيه، السرعه الابتدائيه تاعو، ومدنا اكس ايغال 12 جذر 3 تي، ومدنا ايغال دي تي. دونك الحاجه الاولى قلنا ليكواسيون دو لا تراجيكتوار نخرجو تي من اكس. دونك في الحال من الحاله الاولى من الاكس، تي ايغال اكس سور 12 3. دونك راح نبداو في الثانيه، Y de t égale moins 5 x au carré sur 12 fois au carré. Ça dit cool au carré. Cool au carré. Plus 12 x 12 3. Allez mec. Donc y de t égale موان 5 سيغ هاذيك تربع منا من تحت، تمدلنا 144 × 3 ولي هي 432 إكس أو كاري بليس 12 مع 12 تبقانا 1/3 × 3 إكس إيكغيك دو تي تقريبا هنا égale moins 0,01 x au carré plus 0,58 x. À début, l'équation de la trajectoire. Nous allons la question deuxième. Elle a déterminé les vecteurs de vitesse et l'accélération de b. Maintenant, à déduire leur module. Donc, nous allons vx ou vy ou ax ou ay. Qui me donne la vidéo les fait vx شاهي مدلنا dx سور dt. هنا ساهلة، نشتاقو الx تاعنا برك سور dt. تمدلنا 12 تزيد لك له اللي هي اللي كنا قلنا عليها من قبل، اللي هي كونستون، اللي هي نفسها في زيرو كوس الفا. اذا مزتو شايفين، نروحو دوكا لفي y. في y واش يساوي دي y سور dt. ديريفيو هذه بالنسبة للزمن، مش حتمدلنا تهبطنا الاثنين لتحت، موان 10 تي بليس 12، وهذه فكركم إيكالا في زيرو سين ألفا، بما تنساوش. نروحو دوكا ا إكس ا إيكغيك هكذا. AX يساوي DVX سور DT. VX مش كونستون، ديريفي تاع كونستون يقال زيرو، و AY يقال DVY سور DT. دونك AY كويتيكا نشتاقو هادي، نشتاقو VY بالنسبة للزمن.
égale à moins 10. Donc, AY ou AX égale à 0. Mais où est-ce pour la question, on a les vecteurs de vitesse et l'accélération. Tu mets A, où est-ce des vecteurs. Donc, VX, il va être dans le محور X. Il va être 12 جذر 3 في اي. اما بالنسبه للفي اي كريك هذه نعاودو ننقلوها تاع الفي اي كريك. دونك توينا موان 10 تي بليس 12 هذه مضروبه في جي خلاص. ونروحو عندنا فيكتور ا اكس ايكال 0 اي و ا اي كريك ايكال موان 10 جي. هادو هما ما تقلنا تدوير لوغ موديول. دونك في فواتيك جذر تاع في اكس او كاري بلس في ايكغ او كاري سما ربعو هادي نزيدو نجمعو ربعو هادي ثانيك. دونك في فواتيك نربعو هادي الاولى تعطينا 432 زائد بعد نربعو هاذي لينا 100 تي أو كاري بلس 144 موان 240 تي. في الأخير في إيكال جذر 100 تي أو كاري موان 240 تي بلس 500 76 arrivé. اما بالنسبه لل A دوك نروح لل A. A ايغال جذر A Y او كاري بلس A X او كاري. دونك A ايغال A Y عندنا A X 0 دونك A Y او كاري موان 10 او كاري جذر moins 10 au carré. Maintenant, 10 mètres par seconde. Il y a le module A. La question 3. On a trouvé la vitesse initiale V0. Qui va chercher la c'est là. Nous allons à VX. VX, on allait. 12 جذر 3 égale à V0 cos alpha. Cos alpha, adna. Ou Hadi, adna. Donc, V0 directement. Directement V0 égale 30 sur cos 30 degrés. Donc elle est égale 24 mètres par seconde. Elle est égale sur la ifi d'ailleurs tel quoi là. V0. La question telle ou l'akhira. Il y a grec déterminer les composants tangentielles et normales de l'accélération. C'est ma chose à la AT et à AN. Je vais vous donner un peu AT et AN. Je vais vous donner un peu. AT. AT égale DV sur DT. Je vais vous donner DV sur DT. Le V est le gain. Je vais vous donner un peu. Donc. ها هي V ها هي هنا V. دونك نديري في V كي نديري في هاد واش راح تمد لنا ديري في دو سون تي او كاري 240 تي بلس 576 sur dt. Donc at واش راح تمدن هذه الجذر مشتق تاع الجذر يسمى مشتق تاع واش داخل الجذر على 2 جذر هذا العبار. دونك راح تمدن 100 t moins 120 sur 2 au carré moins 240 t plus 576.
هذه العبارة تاع آتي. آن كيفاش نلقاوها؟ كن ياك قلنا آ إيكال آ تي أو كاري بليس آن أو كاري، هكذا. دونك آن إيكال آ أو كاري موا آ تي أو كاري. الآ لقيناها لابا هي ديس، والآ تي هي هذه، دونك نعوضو ان ايجال صن موان صن تي صن بان كاري كمل تحت كي نربعوها تبقى لنا صن تي او كاري موان 240 تي بليس 500 60. هذه هي العبارة تاع ان. نبسطوها ونخرجوا في العبارة النهائية. بون جماعة، هذا هو التمرين، هذا واش فيه كامل، هذا مدوه لهم في ايكول. دونك في لا ديوري تاع اون اور، هذا تحلو في ما با 10 مينوت، ماشي حاجة كبيرة. دونك تيك ات ايزي. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو تاع اليوم. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة قبل ما نكمل التمرين، حنحط لكم في لافان تاع الفيديو، وثانيك نصوليسون، وثانيك حتكون في لافان تاع الفيديو. شكرا.